تولت تيريزا ماي الزعيمة الجديدة لحزب المحافظين منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا يوم الأربعاء، الأمر الذي جعلها ثاني سيدة تتولى هذا المنصب في بريطانيا بعد السيدة مارغريت تاتشر. ذهبت تيريزا ماي يوم الأربعاء إلى قصر باكنهام لزيارة الملكة، حيث وافقت الملكة على توليها لرئاسة الوزراء البريطانية. وأشارت تيريزا ماي إلى أن بريطانيا تشهد لحظة مهمة في تاريخ البلاد، وتواجه فترة وطنية هامة للتغيير بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. هذا ووعدت تيريزا ماي بمواجهة الظلم الموجود في المجتمع البريطاني والتحديات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي سنشكل دورا إيجابيا جديدا لأنفسنا في العالم، وسنجعل بريطانيا بلدا لا يعمل لمجرد الذين يريدون الامتياز فقط، بل لكل واحد منا. وهذه هي مهمة الحكومة خلال رئاستي، وسنبني بريطانيا أفضل بشكل مشترك. بعد تولي تيريزا ماي لرئاسة الوزراء سرعان ما قامت بتعيين الأعضاء الأساسيين في حكومتها، ويقول محللون إن حزب المحافظين الحاكم يواجه أزمة غير مسبوقة، وتواجه تيريزا ماي سلسلة من المهام بما فيها دفع عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتسوية الخلافات داخل الحزب وحل النزاعات الاجتماعية.